من الأبرار وبطولات وتضحيات قواتنا المسلحة الباسلة والقوات الرديفة والحليفة وصمود شعبنا الأبي، تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة عودة الأمن والأمان إلى مدينة حلب بعد تحريرها من الإرهاب والإرهابيين. باسم باسم، لك تحررت حلب، تعي اسمعي. شو عم تقول؟ حررت حلب؟ ايه كل حلب يعني تحررت؟ لك كلياتها، يعني السمع برق والفرافرة والجلوب وبغوات القصب كلها تحرر. لك قطعت الكهرباء. لك ايش عليك؟ المهم تحررت حلب، ايش بك؟ لك ابو سيوحك على الخبرية. لك زلطي. ايه وهلا اشو؟ اشو؟ يعني ما رح تبيع البيت بحلب؟ ليش لا أبيعه؟ أنا من بكرة رايح حلب، من بكرة. أو إذا ما بدك تبيع البيت ليش طالع على حلب؟ بدي أضبط الأمور، وإن شاء الله إذا تيسرت معي من هون لآخر الشهر كلياتنا بنصير هنيك. بس ما في مصاري بالبيت، أنت شقد في معك؟ أنا معي آجار روحة ورجعة وفوقهم 300 ورقة، هدول اللي معي. ما في ولا فرنك بالبيت، اليوم رزان راحت مشاعل مع هذا البنت. بسيطة، خلص لآخر الشهر، لآخر الشهر. شلون يعني ايش بدنا نساوي؟ ما تاكلي هم، بتاخدي ساعات أبوي وبتبيعيها، بتعرفي هي غالية وبتجيب هلا كذا ألف دولار. لا وميت نبي، هي الساعة ما بتنباع، أنا بعرف شقد غالي عليك ولي علي. لا روحي، ما وصلنا لهي المواصيل بنتحمل، معلش، بعين الله. ألو؟ أهلين أبو منير، أهلين خاي. إيه موجود موجود، تكرم عينك، دقيقة بس. أبو منير صاحب البيت، هذا دق لك امبارحة بس أنا نسيت أقول لك لأنه كان عندك شغل، كني بده يرفع إيجار البيت. ألو، أهلين أخوي أبو منير، شلونك؟ إيه والله حق معك، بدك ترفعه 150؟ والله بيستاهل أكثر هو. إيه والله بيستاهل 300,000، أجره ب 300. لا نحن ما بدنا نجدد العقد، مسافرين على حلب. ايه ان شاء الله بتلاقي زبون غيرنا. عرازي يا منير. ايه ايه امرك انا تكرم. ايش توصيني هنيك لخاي؟ من عيني هي قبل هي، تكرم عيونك. على راسي، اهلين اهلين اهلين. الله ما الله ما الله ما. الله يشبع مصاري ستي. ايش وصاك؟ قال بده صابون. اه اي لك ها. لك الحمد لله في ناس صارت توسع صابون من حلب، ايش بك؟ ايه الحمد لله. بس انت منين بدك تجيب مصرات الصابون؟ ايش بيعرفني، بجيب من اعقوب، بكون مخمخم له شويه صبابين هنيك بجيب منه. ايه والله هذا اعقوب ابن حلال. ايه والله. لك اخ. الله معك حبيبي. الله يحميك. وفا. ايه كل نص ساعة بدق لي. مو ما ايه تنسى. خلاص خلاص لا تاكلي هم، خلاص كل نص ساعة بدق لي. بتعرفي اجي على بالي ما اروح. اجي على بالك روحي. اجي على بالي اكل زعتر من اللي جبته معي من حلب. يا علي احط لك تاكل شوي. لا لا لا، ساوي لي سندويشة باخذها معي احسن. ايه على راسي. دماء شهداء.
آخ يا أمي، يا روح أمك، أنت لا بتتقلب ولا بتتكشف،